بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية، وحقق فريق المصري بورسعيدي فوز مهم على فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. بالفوز ده وصل المصري للنقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة بفارق المواجهات عن مازيمبي الكونغولي اللي حقق نفس الرصيد من النقاط، وأوتوهو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط. تعادل نادي بيراميدز مع خارج ملعبه أمام الصفاقسي التونسي بهدف لمثله في المباراة اللي أقيمت بينهما باستاد رادس بتونس في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية. تقدم المغربي وليد الكارتي بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتعادل الصفاقسي في الدقيقة 55 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الفريق السماوي إلى 10 نقاط ويتصدر المجموعة وبيتأكد صعوده لدور الثمانية، وبينما ارتفع رصيد الفريق التونسي إلى 4 نقاط ويقترب من توديع البطولة. وامبارح اتدربت لعيبة فريق نادي الزمالك وعملت فقرة تدريبات تأهيلية تحت إشراف أندريا فيليبي سوزا مدرب الأحمال استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو، وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات خفيفة بالكرة لمجموعة من اللعيبة اللي شاركوا في لقاء الوداد المغربي. نعى مجلس إدارة النادي الأهلي والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن واحد من أبناء النادي وهو الشاب زياد إيهاب حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 اللي توفى امبارح. فاز فريق أرسنال الإنجليزي المحترف في الدوري المصري محمد النني على فريق ليستر سيتي بنتيجة 2-0 في المواجهة اللي اتلعبت بينهم على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي، وبيصل للمركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي. بيواصل كمان أرسنال العروض والنتائج الجيدة وبيقدم خطوة جديدة علشان يحصل مقعد في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاي. وفي الدوري الاسباني ففريق اشبيليه الاسباني تعادل بنتيجه 1-1 مع فريق رايو فاليكانو في المباراه اللي اتلعبت ضمن منافسات الجوله 28 من مسابقه الدوري الاسباني، وبكده بيواصل اشبيليه تواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 56 نقطه ورايو فالينكو في المركز ال 13 برصيد 32 نقطه. وبكده خلصت أخبارنا الرياضية النهاردة، وهنرجع مرة تانية لأحمد وجمان علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.